ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين، لأن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل عمله في الإسلام، فقال إني ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على أن لا توسوس فيهما، يعني لا تهوجس، اجعل قلبك وقالبك لصلاتك، لأن من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في بيته، أو في المسجد إن توضأ في حمام المسجد، أو في أي مكان.